السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي. مساك الله بالخير فواز. مساك الله بالخير والنور والسعادة لولو، ويا مرحبا فيكم مشاهدينا. واجتياز تحدي فيروس كورونا بنجاح شنو يتطلب؟ يتطلب التزام الفرد بمسؤوليته واتباعه للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللي أقرها الفريق الوطني للتصدي لهذا الفيروس. أخواننا وخواتنا أعضاء فريق البحرين في كل موقع وفي كل مجال يسعون دائما لتحقيق هدف واحد، وهو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. صدقت يا فواز، وأكيد يعني إحنا اليوم كلنا لازم علينا إن وعلى كل فرد فينا أن يواصل الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات ويرتدي الكمامات خارج المنزل وفي كل مكان وفي كل الأوقات، لأن لبس الكمام مثل ما أثبتت كل الدراسات ومثل ما الكل قاعد يقول لنا حتى أثناء يعني ممارسة حتى الرياضة البسيطة مثل المشي فعلا تخلينا في مأمن من هذا الفيروس. وبعد يا لولو بضيف على كلامك، لابد من لبس الكمام عند مقابلة الأشخاص اللي عندهم أمراض وظروف صحية كاملة حفاظا على صحتهم وصحتك أنت وحصتك أنت بعد أيضا. طبعا غسل اليدين بشكل مستمر والحرص على استخدام معقم اليدين، كل هذه إجراءات بسيطة لكنها ممكن تجنبنا الإصابة بفيروس كورونا. الحمد لله في البحرين جهود كبيرة تبذلها الجهات المختصة للحد من انتشار الفيروس وعلاج المصابين، فحسب ما أعلن الفريق الوطني للتصدي للفيروس فإن نسبة التعافي من كورونا في البحرين بلغت أكثر من 74% من إجمالي الحالات، وهذه النسبة توضح لنا مقدار الجهد اللي يبذلونه أخواننا وخواتنا المتواجدين في الصفوف الأمامية من أجل سلامة وصحة المواطنين. وفوز خلنا أسألك سؤال، أنت فعلا هل تعودت على لبس الكمام؟ إيه أي صار أصلاً أوتوماتيك، من تنزلين من السيارة كمامش تلبسينه على طول بالفعل وترجعين، وإذا أنت عندك الكمام اللي يتبدل على طول على طول عندك يعني العلبة فيها مجموعة من الكمامات وحتى قفازات. بالفعل، لا وحتى يعني إذا الأمور إذا إحنا نقول تمللنا ودنا نطلع ودنا نعيش حياتنا طبيعية، يا جماعة عيشوا حياتكم طبيعية، الكمام والمعقم وغسل اليدين يعني بالضبط عيش حياتك وتلبس الكمام. حتى يعني نصايح مثل اللي عطانا اياها الفريق الوطني، حتى اذا رحت تزور الوالد والوالده الله يحفظهم ويطول في عمرهم، كمامك عليك وروح زور واضحك وتقشمر وعيش حياتك، بس اجراءات بسيطه اللي مطلوبه منا عشان نتعايش مع هذه الفتره حتى ان طالت، واحنا معنا نامل يعني ان شاء الله ان شاء الله مطول يا رب. واكيد بنتمكن باذن الله من اجتياز هذه المرحله عبر التزام كل فرد بالاجراءات، والله يحفظ البحرين واهلها. خلكم معانا اليوم، عندنا مواضيع جدا مهمة ومتنوعة، لكن بعد الفاصل.
بالفعل دام عزك يا وطن. ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تقدم خدماتها المثالية لملايين الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم سنويا، اتخذت القرار الصائب بشأن أداء مناسك الحج لهذا العام في أجواء تضمن الأمان والطمأنينة والسلامة للحجاج. بالفعل، وأشاد سعادته في تصريح لصحيفة عكاظ السعودية اليوم بقرار المملكة العربية السعودية تنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بالمملكة، باعتباره قرار مسؤول يعكس النهج الإنساني الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الله يطول في عمره ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية باستمرار أداء الفريضة وعدم تعطلها، مع الحفاظ على أمن حجاج بيت الله الحرام وصحتهم وسلامتهم. وفي خبر آخر، أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن تمديد فترة التسجيل لخدمة دعم الفئات المستحقة من المتضررين من آثار فيروس كورونا ضمن حملة فينا خير، وذلك من خلال التسجيل إلكترونيا عبر البوابة الوطنية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية bahrain.bh حتى تاريخ 9 من شهر يوليو 2020. وبهذه المناسبة بيّن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود بالحملة الوطنية فينا خير المعنية توزيع المساعدات، أن نظراً للعدد الكبير من الطلبات اللي تقدم بها المحتاجين من المتضررين ورغبة من المؤسسة في منح الوقت الكافي للتقدم بطلباتهم، فقد تقرر تمديد تلقي طلبات الدعم للفئات المستحقة من حملة فينا خير، موضح أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية راح تعمل على دراسة جميع الطلبات بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من استيفائها الشروط حسب المعايير المطلوبة، تمهيداً لإقرارها وتقديم الدعم لازم للحالات المستحقة وفقاً للنظام والإجراءات المعتمدة. طبعاً في خبرنا الأخير، اكشفت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، اكشفت أن المجلس يعمل في الوقت الحاضر على التخطيط الاستراتيجي للتكيف والتعايش مع الوضع الراهن والتخطيط لرفع الجاهزية المستقبلية والاستعداد للقادم، مؤكدة أن المرأة البحرينية ستستمر في تحمل أدوارها المتعددة والمتجددة لخدمة بلادها وحماية مكتسباتها مهما أصعبت الظروف. وخلال الندوة المرئية اللي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بعنوان المرأة البحرينية في الأزمات قصة للتأمل والتقييم، استعرضت الأنصاري جوانب من السياق التاريخي اللي شكل شخصية المرأة البحرينية واتضح دورها الوطني أو وضح دورها الوطني على مر التاريخ، وكيف استجابت للتحديات والأزمات وتطور دورها في تحمل المسؤولية بشكل تصاعدي يتناسب مع تطور المجتمع. وتحدثت بعد عن حضور المرأة الدائم لمواجهة الأزمات الصحية بجانب أخيها الرجل. حالة مصابة راح تجمعات عائلية، وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو كوفيد-19. يعني الوضع متعب نفسياً لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أن يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أم وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم
بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعا احنا يسوون لنا على طول كل اسبوع تقريبا نجري اللي هو العينات على اساس تتاكد، لكن بعد الواحد دائما يخاف انه هو يعدي، وخاصه انه هو بيعدي اقرب الناس له. قبل كم من يوم انا كنت نازله من على الدرج ركيض وهو واقف تحت، وقف اقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا انا عبالي جايه تحضنيني، انا ما اقدر حتى اني احضن ابوي. هاي زينب. اتمنى الصحه للجميع ولا تشوفون اي مكروه، نبي بس انكم تلتزمون. ما حد يتمنى ان احد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف او انه يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفتره. اذا هو التزم بمسؤوليه فهذه طبعا بيحمي أحبائه وبيحمي أهله وبيحمي أهل البحرين كلهم. حياكم الله من جديد. تلعب محافظات مملكة البحرين الأربع دور كبير في تنفيذ رؤية جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه وتوجيهات معالي وزير الداخلية في تعزيز التواصل مع كافة أفراد المجتمع وإقامة البرامج الهادفة لترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز قيم الولاء والمواطنة وتلبية احتياجات أهالي المناطق. بالفعل يا فواز، يعني واليوم حديثنا عن المحافظة الجنوبية اللي يعني شفنا كلنا جهودها الواضحة في إطلاق البرامج الهادفة لتعزيز التواصل مع الأهالي وتلبية متطلباتهم ومتابعتها عبر العديد من المنصات الإلكترونية. وعشان نتكلم أكثر عن هذا التحول الإلكتروني صرنا أن تكون معنا السيدة منيرة إبراهيم السبيعي، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا مرحبا فيكم، مساكم الله بالخير، وأنا أسعد وسعيدة ومتشرفة جداً تواجدي في هذا البرنامج المميز. يعني ما شاء الله، إحنا أول ما درينا أن أنت جاية عني أنا يعني من زمان يا جماعة ما أشوف صديقاتي، فمن أشوف أحد منهم هني ألعن الكورونا يعني أولاً، وثاني شيء أقول الحمد لله أن عندنا منصة تجمعنا كلنا هو برنامج مجتمع واعي. يعني ما نبي نبتعد، تحول إلكتروني واضح للمحافظة الجنوبية، لو تكلمينا عن هذا التحول الإلكتروني في وقت أزمة كورونا. طبعا توجيهات من سمو المحافظ سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اتجهت المحافظة الجنوبية نحو التحول الرقمي. ومثل ما تعرفين اختي لولو واخي فواز ان يعني التحول الرقمي اصبح الان يعني منصة أساسية للتواصل مع المواطنين، وكذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي او العمل الحكومي. بالذات المحافظة الجنوبية تقع تحت مظلة الوزارة الداخلية، وإحنا نعتز أن إحنا نقدم أحدث القنوات وكافة الخدمات الإلكترونية الحديثة للمواطنين. بالفعل القنوات الذكية أستاذة منيرة، يعني كيف استطاعت أن تكون متنفس للأهالي وقناة تواصل مع الأهالي والمواطنين؟ طبعا المحافظة الجنوبية ارتأت أن التواصل مع الأهالي، طبعا إحنا التواصل مباشر لا غنى عنه أبدا، ويعني ما شاء الله المحافظة الجنوبية يعني وضعت أسس وقواعد ونهج حميد للتواصل مع الأهالي من خلال المجلس الأسبوعي الذي كان يقام إلى ما قبل هذه الأزمة أو الظروف الراهنة، ولكن وإن شاء الله يرجع يا رب بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن كان مستمر إلكترونياً وإن كان مستمر إلكترونياً. إحنا فعلاً يعني نشتاق لشوفة الأهالي في مجلس المحافظة الجنوبية، وهذا المجلس ربما يعني قناة فاعلة وقناة أساسية. ولكن التحول الرقمي اللي ارتأته المحافظة الجنوبية هو يمكن يعكس الصورة النموذجية الحية للواقع اللي احنا نعيشه في هذا الوقت. احنا حاليا في واقع الرقمنة وواقع التحول الإلكتروني. يمكن نشوف احنا يعني انا لو محتاج اي استفسار كمواطن، لو انا بتكلم كمواطنة، لو انا محتاجة اي استفسار او اي رأي او اي شكوى، عندي القنوات الذكية في متناول ايدينا، في متناول اجهزتنا الحديثة اللي صارت يعني متاحة للجميع. بالفعل. فلذلك اكتشفنا احنا كمحافظة جنوبية ان لابد ان يكون عندنا قنوات متعددة، قنوات سهلة وميسرة للجميع. فطبعا
بخلاف عن قنوات التواصل الاجتماعي أو منصات هذا التواصل، طبعا تم تدشين وإطلاق تطبيق المحافظة الجنوبية في سبتمبر الماضي، وما شاء الله خلال الفترة السابقة يعني حوالي شهر تقريبا تم افتتاح أو إطلاق المكتب الذكي للمحافظة الجنوبية. جميل جدا يعني هذا التحول، وشلون في مرونة، يعني في مرونة وسلاسة في وسط هذه الجائحة أو هذا التحدي، أن فعلا ننتقل، إحنا موجودين معاكم، إحنا ودنا بشوفتكم، ودنا نعرف شنو آرائكم يا مواطنين، لكن لأن إحنا نبي نحافظ عليكم، نبي نحافظ على التباعد الاجتماعي، سوينا هذا التطبيق. لو تكلميني عن أبرز خدمات هذا التطبيق الإلكتروني والمكتب الذكي. طبعا التطبيق الالكتروني هو تطبيق الجنوبيه، تطبيق الجنوبيه احنا شفنا الهدف الاساسي منه ان احنا نخلق قناه جديده وهي المحادثه الفوريه. شلون نخلي المحادثه تكون سريعه وسهله وميسره؟ لما يكون المواطن يعني حاب انه هو يوصل شكوى في نفس الوقت او راي في نفس الوقت، ما يحتاج انه هو يعني يرسل مثلا خطاب مطول وكذا. احنا طبعا يعني لا نبتعد عن الرسميات، الرسميات نحتاجها اكيد في بروتوكولات معينه، ولكن احنا طبعا لان هدفنا خدمه جميع شرائح المجتمع، يمكن تطبيق المحافظه الجنوبيه هو قناه جدا تفاعليه. احنا طبعا لهذا اليوم استلمنا حوالي 4255 رسالة وتواصل ومحادثة فورية من خلال هذه المحادثة الفورية. والجميل في ذلك يعني أن يعني يمكن رصد هذه الحالات وتواصل مع نظام تواصل، طبعا منصة التواصل الحكومي، هذا الشيء يعكس الهدف الأساسي من إيجاد القنوات الذكية في المحافظة الجنوبية. جميل جدا، يعني هي تفعيل خاصية الشات، يعني على طول تردون عليه. اي نعم، جميل جدا، وكأنك وجها لوجه مع موظف في المحافظة الجنوبية، يحلك الموضوع وياخذ اقتراحك اذا عندك اقتراح. نعم. دائما المحافظة الجنوبية نشوفها بيت للمواطنين والأهالي وحتى المقيمين في المحافظة الجنوبية، خدماته تمتد على طول الوقت في كل الأزمنة مثل ما يقولون، وحتى مترامية الأطراف المحافظة الجنوبية في موسم البرد تقدم خدماته للمخيمين عبر مقرها الرسمي والرئيسي اللي موجود في وسط البر مثل ما يقولون. بالفعل. فتلاقي المحافظة الجنوبية قريبة جدا من المواطنين، معاهم في الصيف في مواقع التصيف المحافظة الجنوبية الجميلة جدا، ومعاهم في الشتاء في موسم البر. عموما راح نواصل بالتأكيد حديثنا عن جهود المحافظة الجنوبية بعد هذا التقرير عن مكتب المحافظة الجنوبية الذكي، تابع معاك. وعودة مشاهدي الكرام للحديث دائما وابدا عن المحافظة الجنوبية والخدمات اللي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وخاصة في ظل جائحة كورونا. نعود لضيفتنا اليوم في الاستوديو الأستاذة منيرة السبيعي، ونتساءل بالنسبة للخطط الخاصة او الخطط المستقبلية للتحول الرقمي. طبعا في خطوات مسبوقة وفي خطوات مستمرة. التحول الرقمي يعني يمكن احنا لما نشوفه هو كهدف، يعني من ضمن اهداف المحافظة الجنوبية في الابداع والابتكار الالكتروني. احنا مثل ما تشوفون يعني عصر العولمة او العصر الحالي هو اللي اتاح هذه الفرصة. صح. في تحديات كبيرة وفي اتجاهات كبيرة جدا للتحول الرقمي، ويمكن الخطوات ان شاء الله القادمة هو اطلاق الموقع الالكتروني للمحافظة الجنوبية في حلة جديدة، وفي تقديم يعني منصة جديدة لهذا التواصل.
يعني أنا صراحة مو مستغربة من التطور التكنولوجي اللي عند المحافظة الجنوبية، لا سيما أن المحافظة تقع تحت مظلة وزارة الداخلية. صحيح. اللي فعلاً فعلاً إحنا كل يوم قاعدين نطالع تطورها التقني وشلون مدى استمرارية تقديم الخدمات الإلكترونية وتحول إلكتروني كامل شفناه مع هذه الأزمة. يعني لو تكلمينا عن شلون تعاملتوا مع التحدي هذا داخليا في التباعد الاجتماعي انتم كموظفين، شنو الامور اللي اخذتوها، شلون حافظتوا على سلامه موظفينكم وفي نفس الوقت ما منعتوا المواطنين اللي حابين فعلا يلتقون معاكم ان يكونوا موجودين في المحافظه؟ طبعا كذلك ضمن توجيهات سيدي مع الفريق اول ركن وزير الداخليه الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه، ارتأت المحافظه الجنوبيه ايضا ان استمراريه هذا العمل الاداري في المحافظه نفسها وكذلك بيننا وبين المواطنين أنها تكون مستمرة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التواصل الإداري. صحيح. فيما بيننا كمواطنين طبعا إتاحة الاتصال المرئي، إقامة الافتراضات أو عفوا إقامة الملتقيات الافتراضية، ويعني يمكن إقامة الملتقيات الافتراضية هذه عكست هذه الصورة وهذا التعاون. طبعا المحافظة الجنوبية دائما يعني عندها ركيزة أساسية أن الشراكة المجتمعية والتواصل مع الأجهزة الأمنية سواء كانت في نطاق المحافظة أو كذلك في نطاق وزارة الداخلية. صحيح. عكست هذا التواصل من خلال هذه الخدمات. طبعا احنا كإدارة معلومات ومتابعة متواصلين كذلك مع إدارة الإبداع الإلكتروني في وزارة الداخلية، فهذه الشراكة والتعاون الوثيق يعكس الجهود اللي تقوم فيها المحافظة الجنوبية. طبعا تكلمت عن إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة، إدارة المعلومات يندرج تحتها قسم العلاقات العامة والإعلام، فأكيد. نعم. قسم العلاقات العامة والإعلام قدر يخلق له آليات أيضا للتواصل مع الأهالي والمقيمين كذلك. نعم. دكتورة. نعم صدقت أستاذ فواز، لأن إحنا لما نشوف أن يعني هناك جهود يعني مبذولة وطاقات إبداعية ومبتكرة، يعني إحنا نعتز بالطاقات الشبابية الموجودة عندنا، وإحنا دائما نعتز بالشاب البحريني أو الشباب البحريني الطموح، لأن طبعا لولا هذا الطموح لا يمكن أن يكون هناك طبعا رسم لهذا الخطوات القادمة والخطوات طبعا الحالية. وإحنا يعني دائما نقول أن إحنا تحت قيادة شابة، يعني المحافظة الجنوبية تعتز وتفتخر بطبعا قيادة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، قيادة الشابة الطموحة اللي خلتنا نكون في تنافسية، في بيئة تنافسية، في بيئة فريق عمل واحد، وكلنا طبعا ننضم لفريق البحرين. جميل. اللي إحنا نعتز أن نكون من أحد شبابه، ونتمنى أن نكون رواد في هذا العمل. يعني يمكن إحنا نشوف أن العمل الإداري ترى هو جانب عمل تطوعي أيضا. صحيح. يعني إحنا ما شاء الله كذلك يعني الموظفين والموظفات اللي عندهم ساعات العمل في المنزل نشوف أن التواصل المرئي يوميا وباستمرار. الوزارة طبعا أتاحت لنا القناة الذكية من خلال برامج تطبيقات متعددة إلكترونية. إلكترونية. وكذلك المحافظة الجنوبية، فجميع هذا ينصب في العمل أو التحول الرقمي اللي احنا نطمح له، واللي أكيد راح يعكس الصورة النموذجية للمحافظة الجنوبية. بالفعل يعني دكتورة أنا راح أقتبس منك كلمة، يعني كل مواطن وكل موظف إداري مخلص. نعم. في هذا الوقت هو فعلا من ضمن فريق البحرين اللي فعلا هو قاعد يقوم ويؤدي دوره عشان ينجح هذه العملية، وما نحس أنه في أي تروب أو أي في أي خلل في هذه الجائحة، وهذا اللي شفناه في مملكة البحرين. نعم. ولله الحمد يعني شفنا أن إحنا فعلا مستمرين من خلال تقديم جميع الخدمات، ما في شيء وقف. حملات كثيرة شفناها، حملات خير كثيرة. نعم. منها وأكبرها حملة فينا خير. شلون. نعم. تعاملت المحافظة الجنوبية مع هذه الحملة وغيرها من الحملات اللي أصلا أنتم بعقمتوا فيها؟ طبعا ما شاء الله حملة فينا خير يعني حملة احنا نقول يعني ما شاء الله سطرت بماء من ذهب، لان يعني احنا نشوفها ان هي شملت جميع محافظات مملكة البحرين منها المحافظة الجنوبية. التعاون الوثيق بيننا وبين مديرية شرطة المحافظة الجنوبية طبعا يعني أرست هذه القواعد وشفناها على أرض الواقع، ومدى التواصل مع المقيمين ومع الجهات الموجودة، ويمكن هذا التواصل أيضا كان من خلال التواصل الإلكتروني. نعم. لأن إحنا كان التواصل مع هذه الجهات الإلكتروني وشفناه على أرض الواقع وشفنا أهدافه وشفنا ما شاء الله صوره اللي إحنا نعتز فيها اللي إن شاء الله راح تخلد وتبروز، لأن يمكن إحنا نشوف إن حملة فينا خير بينت كذلك إن عيال البحرين وأبناء البحرين وبنات البحرين كلهم في صف واحد وكلهم في يد واحدة، وإحنا يعني كمحافظة جنوبية نعتز في خدمة مملكتنا في كل النواحي وكل المجالات. دائما عندنا إطار مهم وأساسي في المحافظة الجنوبية اللي هو الأمن
والتواصل والتنمية. جميع هذه الركائز الأساسية الثلاثة اللي احنا يعني نمشي على هذه الخطوات ونمضي فيها، نشوف ان هي موجودة حاليا وتصب في ارض الواقع في صور جميلة جدا لا يمكن ان ننساها. يعني يمكن ما شاء الله برنامج مجتمع واعي يعني ترجم هذه الصور، وشفنا شلون ان احنا كموظفين كمواطنين كيف عندنا ولاء لهذا الوطن. صحيح. وكيف عندنا يعني حلم للابداع والابتكار. يعني يمكن انا دائما يعني دائما اكون متحيز للتواصل الالكتروني. نعم. بس يعني ترى حتى حمله في النخير كان فيها جانب الكتروني ورقمي بالفعل، وحتى هذا الشيء عكس دورنا احنا كذلك. ترى استخدام التكنولوجيا مو معناها بعد اجتماعي، بالعكس هو قد تقرب المسافات، قد تسهل الخدمة، تختصر الأوقات، تختصر الأوقات. إحنا تواصلنا موجود، جلالة الملك الله يحفظه قال إن إحنا مهما يعني مهما استخدمنا هذه الوسائط مو معناتها إن إحنا بعاد عن بعض. نعم. إحنا بالعكس نستخدم هذه الوسائط عشان نكون أقرب وأقرب من بعض. وإحنا بالفعل شفنا ما شاء الله عليهم، شفنا المحافظة الجنوبية شلون قاعدة تعزز تواجدها من خلال المكتب الذكي وتطبيق المكتب الذكي. بالفعل وتركز على الثلاث ركائز اللي ذكرتهم الدكتورة منيرة قبل شوي، وهي ركائز مهمة في عمل المحافظات خاصة المحافظة الجنوبية اللي مثل ما قالت الدكتورة يرأسها محافظ شاب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة الله يطول بعمره ويحفظه، اللي قاد هذا الفريق المميز في المحافظة الجنوبية. هي الوحدة ما تصفق أكيد، كوادر مميزة موجودة في المحافظة الجنوبية تحت قيادة معالي وزير الداخلية. جانب مهم أيضا دكتورة أنت تكلم فيه، المحافظة تضم لجان كثيرة منها المجلس التنسيقي، اللجنة الأمنية، العديد من اللجان. هل تواصل عمل اللجان أم توقف خلال فترة جائحة كورونا؟ لله الحمد ما عندنا شيء توقف. يعني احنا بالعكس، يعني لو احنا نشوف يعني مستوى الارتقاء بالعمل التواصلي. نعم. التعاون والجهود المثمرة سواء كان من خلال المجلس التنسيقي أو اللجنة الأمنية، بالعكس هي في وتيرة متصاعدة. فعلا. ويمكن هذه الوتيرة ما نزلت أبدا في جائحة كورونا، بالعكس إلا هي زادت وارتفعت، وإحنا عززنا هذا التواصل المرئي. يعني يمكن احنا نشوف يعني ما بنقول شهريا، ترى احتمال انه يكون اسبوعيا، وكل هذا التواصل. انا بضيف عليك، احنا متابعين اخبار المحافظه الجنوبيه، ما يمر يوم الا في نشاط، الا في حراك في المحافظه الجنوبيه. نعم. الا في اجتماع هناك يقام بالفعل عن بعد. طبعا، وهذا يعني من الاجتماعات اللي تقام عن بعد مثل ما ذكرت اخوي فواز، يعني هاي تعكس جهود المحافظه الجنوبيه. واحنا دائما نقول انه يعني وضحت هذه المحافظة وإحنا كموظفين في خدمة المواطنين في خدمة الأهالي، إحنا ما نتردد. والأهالي نقول لهم لا ترددون، إحنا قلوبنا مفتوحة وبيباننا وقنواتنا التواصلية مفتوحة. صحيح. لو تعذر الحضور المباشر إلا هناك تواصل إلكترونية، والمكتب الذكي لم يوضع إلا لخدمة المواطنين. إحنا نبي نسهل عليهم، نبي نبين مدى رقي المواطن البحريني واستخدام لهذه القنوات الذكية، والتحول هذا يعني يمكن يكون معكوس من خلال المكتب الذكي. أختي لولو وأخي فواز، يعني أنتوا لو حابين تيون تتفضلون تتشرفونا، أنتوا بنفسكم تقومون بالخدمات الإلكترونية نفسكم، سواء من خلال تطبيق الجنوبية، سواء التعرف على المبادرات، التعرف على رزنامة المبادرات، التعرف على الخرائط الذكية والمشاريع التي تقام في المحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى منصة التواصل. جميل جدا. يعني قلتي كلمة أن المواطن واعي، والمواطن عنده فعلا يعني يستطيع أن يستخدم هذه التطبيقات الذكية. نعم. هل كل المواطنين؟ إذن ماذا بشأن المواطنين اللي مثلا ما عندهم رغبة في التواصل الإلكتروني من خلال التطبيق؟ هل الحين ما زالت الأبواب مفتوحة، مكاتبكم مفتوحة لاستقبال هؤلاء المواطنين؟ طبعا احنا يعني غير طبعا التطبيق الذكي او المكتب الذكي، احنا كذلك عندنا منصات اخرى. نعم. يعني عندنا ما شاء الله الخطوط الاتصاليه مفتوحه، وما شاء الله نعد يعني يوميا احنا عندنا قوائم نسجل فيها واحصائيات نسجل فيها الارقام والمكالمات اللي توردنا من الاهالي والمواطنين. عندنا كذلك يعني ما شاء الله ترى احنا عندنا 10 قنوات ما شاء الله، وهذه العشر قنوات كلها متاحه وكلها متوفره لاجل المواطن وخدمته. في حال طبعا وصول اي مواطن المحافظه الجنوبيه، طبعا في اجراءات وقائيه واحترازيه قامت فيها المحافظه الجنوبيه من البدايه، ويمكن احنا دائما نقول ان نكون سباقين في كيفيه التجاوب مع هذا الوضع الراهن. صحيح. ويمكن عشان نكون سباقين، يعني احنا ما شاء الله نشوف المواطنين لو يوانا للمحافظة التعامل معهم عن بعد، وإحنا دائما نركز أن التعامل معهم عن بعد، لأن هذه الفترة هذا الشيء اللي تحتاجه
من وعي ومن وعي من تفهم صحيح. للمواطنين بالمرحلة. نعم. سؤال يعني إذا بالنسبة لي سؤال أخير للو إذا أنت عندك. لا لا أكيد. الحديث مع الدكتورة يعني الدكتورة لولو والدكتورة منيرة شيق جدا. جدا. أنا اليوم وسط عنصر نسائي ما شاء الله عليهم كلهم متخصصين في مجالاتهم المميزة جدا. الله يسلمك. يعني في المحافظة الجنوبية في إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع، في هناك إدارة الشؤون الهندسية والاستثمار. نعم. هل واصلوا في تقديم خدماتهم للأهالي خاصة إدارة البرامج الاجتماعية اللي مرتبطة مباشرة بالأهالي والمجالس الأهلية وغيرها؟ نعم نعم بالفعل أكيد في تواصل، وفي طبعا يعني احنا اللي قامت فيه المحافظة الجنوبية بالأخص طبعا إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع كل ما تعلق بآراء المواطنين، في طبعا آراء استلمناها حول طبعا كيفية التنوع في البرامج والمبادرات. فلذلك المحافظة الجنوبية دائما يكون عندها فوكس على الأمن الاجتماعي، وطبعا هاي الشيء ركيزة أساسية كذلك عندنا، وكذلك الحفاظ على بيئة حضارية واعية من خلال طبعا جميع المجالات. صحيح. وما شاء الله إدارة البرامج الاجتماعية وكذلك إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار يمضون في عملهم، يمضون في خططهم، في مشاريع ما شاء الله دشنت في طبعا مؤتمرات وملتقيات أقيمت، وهذا الشيء يعكس هذا الدور بالفعل. أصلا يعني يكفينا فخر وجود المحافظ في من ضمن برنامج ترابط. وبالفعل يعني هذا يدل يعني على أنه متواصل مع المواطنين، هذه أحد الأبواب، وأكيد مو يعني هي أحد الأبواب، وعندكم ما شاء الله عليكم 10 منصات موجودة لأي مواطن يبي يعني يتواصل معكم بأي طريقة. أكيد راح أترك لك المساحة تعطينا كلمة أخيرة، توجهين أي كلمة، أي رسالة شكر حابة. طبعا الحديث معاكم لا يمل، وأنا جدا سعيدة وفخورة أن اليوم أكون موجودة في هذا البرنامج المميز اللي في الحقيقة يعني إحنا شفناه، ونقول يعني هذا البرنامج يعني عكس لنا الواقع للإعلام البحريني، وإحنا نعتز كبحرينيين أن عندنا منصة إعلامية هامة وهي تلفزيون البحرين وهيئة شؤون الإعلام مشكورة طبعا. ويعني إذا بقول كلمة أخيرة، أنا أقول أن المحافظة الجنوبية هي بيتكم ومكانكم، وبالعكس احنا نسعد بالتواصل معاكم، وان شاء الله نقول من انجاز الى انجاز يرفع اسم البحرين عاليا باذن الله. ان شاء الله يا رب. وكل الشكر وتقدير هذا المشروع المميز والحيوي اللي يخدم المواطنين. شكرا. الدكتوره منيره ابراهيم السبيعي مدير اداره المعلومات والمتابعه بالمحافظه الجنوبيه، كل الشكر والتقدير لك. شكرا. وان شاء الله لنا موعد مع الدكتوره منيره لكن في برنامج اخر ما بعد كورونا، نستمع الى ابيات شعريه من الدكتوره منيره لها وجه اخر ثقافي جميل جدا وادبي. فاصل وراجعين لكم مشاهدينا، خليكم معنا. نعم أمن الوطن.
تقديم رايتنا وتبقى في المعالي دوح وحنا لجلها عين وقلب ما يعرف انه عسى الله يديم رايتنا وتبقى في المعالي دوح وحنا لجلها عين وقلب ما يعرف انه كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين يفداها كل ما نملك وحنا لها الدرع الحصين يفداها كل ما نملك وحنا لها الدرع الحصين بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن والله شعار نعم حنا العيون الساهرة والمملكة يا لولو في العين. أحب هذه الأغنية ذي فواز وايد وايد أحبها. يعني تم إذاعتها في الاحتفال بمئوية وزارة الداخلية 100 عام على تأسيس الشرطة في البحرين. مشاهدينا أيضا الصحافة إذا كنا نحتفل بمئوية الشرطة نحتفل بمئوية الصحافة نحتفل بمئوية التعليم البحرين قديمة من مر العصور. الصحافة المحلية في البحرين تلعب دور كبير في ارتقاء المجتمع ولها دور بارز أيضا في زيادة الوعي والتثقيف انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشره عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج بقلم الكاتبة الصحفية نجاة علي شويضر بعنوان أزمة كورونا والدروس المستفادة. خلنا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال. هذا حالنا عندما أصبحنا على خبر الهجوم الكاسح لهذا الوباء العالمي كورونا كوفيد-19 ووصوله إلى بلادنا فقد اجتاحتنا كل مشاعر الخوف والذعر من خطورته الصحية والمالية والاجتماعية علينا كبشر. لا نملك لمحاربته إلا الدعاء والتضرع إلى الله بأن يخلصنا من شره وخطورته وأضراره على اقتصاد الوطن وبعبادتنا التي اعتدنا على أدائها في دور عبادتنا وبتلاحمنا وتواصلنا الاجتماعي مع أهالينا وأحبتنا. فقد انقطعت زيارتنا خوفا من انتشاره، ولكن سرعان ما هبت علينا بشائر الخير من قيادتنا الرشيدة بمكارمها وعطاياها التي أثلجت قلوب المواطنين والوافدين في مملكتنا الحبيبة والتي شعر من خلالها المواطن أنه في أمن وأمان. لن أتطرق إلى المكارم والمنافع التي جنيناها فقد أصبحت واضحة وضوح الشمس للجميع، وإنما سأركز على بعض المزايا والخدمات الإلكترونية والخدمات الاتصالية عن بعد المرئية والمسموعة التي ظهرت لنا بفعل تكاتف وتعاون وجهود أبناء الوطن الأكفاء والتي نتمنى ديمومتها واستمرارها إلى ما بعد انتهاء هذا الفيروس وعودة الحياة الطبيعية إلى مجراها. طبعا للحديث اكثر عن هذا المقال سرنا ان يكون معنا عبر الهاتف الكاتبه الصحفيه نجاة علي شويطر. اولا مساء الخير. مساء النور استاذ فواز. مرحبا استاذه نجاة. استاذه برايك ما هي الدروس المستفاده من ازمه انتشار فيروس كورونا عالميا؟ طبعا بدايه اتقدم بجزيل الشكر والتقدير والتلفزيون لتلفزيون البحرين برنامج مجتمع واي على اتاحه هذه الفرصه لي
نسبة حق طبعاً المزايا اللي إحنا استفادينا منها طبعاً كثيرة. ويمكن أنا بديت مقالي بعبارة رب ضارة نافعة. فتقال هذه العبارة عند الخوف طبعاً من المصائب والكوارث. فتكون فقد تكون هذه يعني المشاكل أو المصائب خير لنا لا شر. وهذا بالفعل ما أصابنا عند بداية يعني هجوم الوباء العالمي علينا. لكن الحمد لله يعني سرعان ما هبت علينا بشائر الخير من قيادتنا الرشيدة بمكارمها وعطاياها التي أثلجت قلوبنا جميعا يعني مواطنين ومقيمين. فخلال برنامج موضوعي هذه تطرقت إلى الخدمات الإلكترونية والاتصالية المرئي والمسموع عن بعد واللي تم تطبيقها في جميع طبعا الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاصة. لكن ركزت على الخدمات التعليمية والصحية لأن بالفعل هي الخدمات اللي يعني أنا استفاديت منها. فمثلا الخدمات الصحية اللي تم تفعيلها مثلا استحداث خدمة توصيل الأدوية للمرضى وخدمة التطبيق عن بعد للاستشارات البسيطة وحجز المواعيد والتحاليل المختبرية. طبعا مواعيد التحاليل هذه كلها صارت عن طريق الاتصالات الهاتفية. بالإضافة أن الأطباء يتصلون فينا ويقولون لنا نتائج التحاليل والأشعة. فهذه الخدمات يعني بصراحة مميزات وهدفها الأساسي هو الحفاظ على سلامة وصحة المرضى. وفرت الوقت والجهد لنا، وفرت وقت كبير للطاقم الطبي بدل ما إنهم يأخذون ربع ساعة مع المريض أصبح يعني يقعدون مع المريض يمكن 5 دقائق بالتلفون ويستشيرون ويأخذون معاه وخلاص. بالإضافة إلى الخدمات التعليمية، خدمات التعليمية مثل البوابة التعليمية الإلكترونية طبعاً هذه الأشياء اللي استخدمناها في هذا العام للتعليم عن بعد. برنامج مايكروسوفت تيم، برنامج المختبرات الافتراضية للعلوم، طبعاً البوابة الإلكترونية ومايكروسوفت تيمز من خلالها يقدمون عدد من الحصص الدراسية والأنشطة والتطبيقات للطلبة. فمن النتائج يعني هذه الأشياء اللي استفادنا منها مثلا أول هدف هو التفعيل الفعلي لتوجهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه وتجسيد رؤيته الكريمة في مشروع مدارس المستقبل. 2 طبعا أنها أن الطلاب يتعودون على الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات. وبالإضافة إلى أن احنا تخلصنا من الأوراق، تخلصنا من ثقل الحقيبة الدراسية. يعني طبعا أنا أفترض هذه الأمور تستمر إلى ما بعد الأزمة، أن احنا لما يروح الطالب ويكون كل الأنشطة والتطبيقات الورقية مستبدلة بنماذج إلكترونية طبعا وايد بنوفر في الورق. بالإضافة إلى أن توفير وقت وجهد المدرسين في التصحيح اليدوي والتدقيق في ظل وجود برامج إلكترونية تقوم بكل هذه الأمور مثل جوجل فورم يعد الامتحانات ويصحح ورصد الدرجات كلها إلكترونية. فيعني من ملخص الخدمات اللي يعني الإلكترونية طبعا هذه نموذج واحد في كل الوزارات. ومثل الحين ما سمعت الدكتورة مير ما شاء الله ذكرت عن المحافظة الجنوبية خدمات وايد حلوة. فنتمنى أنها تستمر هذه الخدمات إلى ما بعد الأزمة، هذه الانطلاقة القوية للخدمات الإلكترونية طبعا بكفاءة أبناء الوطن. فعلا يعني طالت حياتنا كلنا بالإيجاب على أرض مملكتنا الحبيبة. صحيح. فما نريد العودة للسابق أبد. ولا ننتظر حدوث الأزمات لنقدم الأفضل. ولا نقف في وسط الطريق ليتخطانا الآخرين. فتحياتي وشكري لكم ومعذرة على الإطالة. بالعكس أنا يعني مستمتع جدا بما ذكرتيه من جوانب
تقنية حديثة في تقديم الخدمات سواء في المجال الصحي أو في المجال التعليمي، وبضيف عليهم في المجال البلدي وفي المجال الإسكاني وغيرها من المجالات الكثيرة. يعني أنا بسألك سؤال أخير أيضا أستاذة نجاة شويطر، ألا ترين بأن التعليم مقبل على عهد جديد، عهد إلكتروني جديد، المجال الصحي أيضا مقبل على عهد جديد؟ اختصرنا خلال هذه الجائحة اللي مرت علينا 3 أو 4 شهور إلى الآن، اختصرنا عشرات السنين في تقديم خدمات متقدمة جدا للمواطنين؟ نعم نعم، إن شاء الله عهد جديد، وهذه اللي احنا ننتظره يعني من القيادة الرشيدة ومن الوزارات، وزارة التربية وزارة الصحة اللي عليهم يعني مسؤولية كبيرة في النقلة النوعية اللي احنا صارت، يعني ما نبي نتراجع، نبي نواصل قوة يعني، فإن شاء الله نتمنى يعني هذا الشيء بإذن الله. الكاتبة في صحيفة أخبار الخليج نجاة علي شويطر، كل الشكر والتقدير لك. شكرا شكرا أخويا فواز. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كلمة نوضك الخليج يعني، فما كنت مستوعب الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إنه هو يفقد عزيز. فالحين أنت احسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي أنت في حالك؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض نوعه حتى. في ناس ما تروح بيوتها لمدة 2 أو 3 أيام، ليالي وأيام ما يدري عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى، يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الأشخاص اللي واقفين في الصف الأمامية اللي قاعدين يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين، يعني إلى الشكر والامتنان وإلى يعني نخليهم على الرأس هذين. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي أنا أحبكم واجد. الوقاية من هذا المرض، الوقاية من هالمرض هي مسؤولية اجتماعية. لو الواحد يحط نفسه في إن الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته، وإنسان عزيز عليه، والده، والدته، أخوه إذا كان عنده بعض الأمراض نفس أمراض السكري أو الربو، الطفل الصغير، لو فكر إن هذا الشخص هو كان إنسان قريب إليه بيحس فيه أكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي، رسالتنا للكل الالتزام يؤدي إلى الانحسار، والاستهتار يؤدي إلى الانتشار. التزم بمسؤولية. في ظل هذه الجائحة مشاهدين الكرام، أثبتت كل الوزارات والمؤسسات في البحرين قدرتها على التحول الإلكتروني وتقديم خدمات مباشرة للمواطنين بدون أي تأخير في الخدمات اللي كانت تقدمها في السابق. وفي مبادرة نوعية لبلدية المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع المجلس البلدي وشركة أورباسير للنظافة، أطلقت مبادرة اتصل لأثاثك، مبادرة جميلة جدا وحتى مسماها جميل جدا. طبعا الهدف المبادرة الحد من رمي الأثاث المستخدم في الأماكن المفتوحة وفي الشوارع، وذلك للحفاظ على الوجهة الحضارية للمنطقة. تصدق هواز، أنا كان قبل يثير يعني انتباهي إذا طالع أحد قاط الأثاث مثلا، بالضبط. هو يبي يتخلص من الأثاث. صحيح. اللي عنده هو من حقه طبعا يتخلص. لو سألتي بقى أنا وين أودي؟ وين أودي؟ هذا المكان المناسب، هذا السؤال اللي كان يطرح عليها من زين ليش تقطة، زين أنا وين أودي؟ فصراحة يعني هذه المبادرة هي عبارة عن خدمة مجانية تقدمها البلدية للمواطنين في نطاق المحافظة الجنوبية، ونتمنى أن هي فعلا تعمم على باقي المحافظات. عشان نتكلم عنها أكثر، عن هذه المبادرة تحديدا، راح يكون معنا في الاستديو
المهندس محمد نعمة، مهندس عام ببلدية المنطقة الجنوبية، وأيضا الأستاذ ياسين بالهوان مدير العمليات بشركة أورباسير للنظافة. يا هلا ويا مرحبا فيكم، سعداء بوجودكم معنا في ظل هذه المبادرة المميزة جدا والجميلة جدا جدا، ونعتقد أنها فعلا تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين. يعني مهندس محمد، شلون جاتكم الفكرة؟ اولا مسي عليكم بالخير، وحاب نشكركم على هذه الاستضافه الجميله. طبعا الفكره جات يعني عقب ما لاحظنا ازدياد من نشوف الظاهره غير لائقه، الناس تحط اثاثها برا في الشوارع في الاماكن المفتوحه عند الحاويات، مما يصعب علينا ان احنا نزيلها بالاليات المخصصه حق ازاله المخلفات البسيطه. نعم. طبعا هذه يعكس اسلوب غير حضاري وممكن يشوه المنظر العام، ف نقدر نقول حتى يؤدي لخطوره حق بعض الاطفال اللي موجودين في المنطقه، او ان حق المشاة، او حتى في بعض المناطق انه يمكن يعرقل سير السيارات. بالفعل. فتم التنسيق مع المجلس البلدي وشركه النظافه، تم تشكيل لجنة وفريق عمل يترأسها مدير بلدية المنطقة الجنوبية، وضعنا خطة وآليات لتنفيذ هذه المبادرة. طبعا هذه المبادرة كخدمة مجانية تقدم حق جميع المواطنين، نرسل آلية مخصصة مع فريق مختص حق التفكيك وإزالة الأثاث من داخل المنزل إلى الآلية، وبعدين يتم التخلص منها بطريقه سليمه. يا سلام جدا. من داخل المنزل فككونها ويشيلونها، ما يحتاج بعد توديها برا وتقطينها برا، لا من داخل البيت احسن من هالعرض ما في وفري. ليه محلك بيون ياخذون الاثاث الزايد؟ يعني شو الهدف اللي ترغبون في الوصول له من هذه المبادره؟ يعني احنا الهدف الرئيسي من هذه المبادره ان احنا يعني نحط حد حق هذه الظاهره السيئه اللي نشوفها دائما في الشوارع، التشوه البصري. تشوه البصري من خلال وجود الاثاث في الشوارع. يعني في النهايه يعني نحافظ على البيئه. صحيح. نعم. وهذه يعني يعتبر تشوه للمنظر يعني. بالضبط. ومنها ان احنا نتخلص بهالاثاث بطريقه حضاريه وصديقه للبيئه. وطبعا في النهايه ان بدل ما يعني المواطن يروح مو بعارف وين يودي اثاثه، يروح يحطه في المناطق المفتوحه، احنا نروح نكون مساعده، احنا نجيك لي بيتك نشيل اغراضك كلها وانت ما عليك، بس عليك تفتح الباب مثل ما يقولون. يعني انتقل لك استاذ ياسين، لو تكلمنا عن التعاون بينكم وبين البلديه، شلون كان وشلون استقبلتوا هذه الفكره؟ والله اول شيء اشكركم على الاستقبال وعلى اتاحه الفرصه لنا يعني لتقديم الفكره. احنا مؤخرا في شركه أورباسير النظافه، وعلى فكره شركه أورباسير هي شركه عالميه تعمل في اطار البيئه، ويربطها عقد ويا وزارة الأشغال والبلديات يخص نظافة المحافظة الشمالية والجنوبية. نعم. يعني مؤخرا خلينا نقول في الخمسة أشهر الأخيرة لاحظنا يعني تزايد كبير في كمية المخلفات الكبيرة الحجم اللي احنا نسميها البالكي ويست، اللي هي الأثاث المنزلي في الأحياء. خمسة أشهر الأخيرة. إيه. فواز. يعني قبل جائحة كورونا مع وقف الأقساط والناس قاموا يشترون أثاث يغيرون الأثاث. هي فرصة ترى والله فرصة صح يعني احنا نعترف أن فرصة كورونا كانت فرصة حق كثير من الأشخاص أنه يبتدون يغيرون أثاثهم. وقف الأقساط خلوهم فعلا، أنا بصراحة أشوف حتى في المنطقة اللي أنا ساكنة فيها كثير ناس قاعدين يبنون وقاعدين يطورون في أماكن السكن. هي فرصة استغلوها جميلة جدا من المبادرات والمكارم الملكية السامية والجهود اللي قاعد تبذلها البحرين في إيقاف القصور الأقساط وإيقاف أيضا فواتير الكهرباء والماء. تفضل استاذ. انزين الشركه يعني مختصه في جمع المخلفات المنزليه وما شابهها ونقلها الى المكب المخصص لذلك. في نطاق العقود هذه في خدمه جمع المخلفات الكبيره الحجم اللي هي الاثاث المنزلي المستعمل في البيت عاده، اللي هو جميع انواع الاثاث اللي في البيت. كمية المخلفات اللي انتجت مؤخرا سببت المشاكل اللي تتكلم عليها المهندس محمد، واللي بالإضافة إلى الأشياء اللي سببتها اللي قال عليها بتسبب لنا احنا مشكل فني. نعم. أن المواطنين والمقيمين قاعدين مثلا بعضهم يرمونها في الحاويات، الحاويات معدة لاستقبال المخلفات المنزلية مو لاستقبال المخلفات الأثاث الكبيرة الحجم، بتشكل مشكلة ما نقدر نشيلها بالكابسات اللي عن الشاحنات الكابسات. نعم. من هنا جاءت الفكرة،
والفكرة إن في فئة من المواطنين اللي هم يعني يبون يحترمون الشروط البيئية، يبون يعني يحافظون على نظافة الطرقات والفرجان مالهم، ويبون يتخلصون من الأساس بطريقة صحيحة وسليمة وصديقة للبيئة يعني. ما ومن هنا جاءت الفكرة إن نوضع رهن إشارة السكان هذا النوع من الخدمة، وهذا يعني كان يرمي للارتقاء بمستوى النظافة ومستوى البيئة في البحرين لمستويات عالمية. صحيح. يعني بالفعل خدمة جدا جدا جميلة. لكن أنا وهم قاعد يتكلمون جات في بالي شنو معنات أثاث؟ يعني هل كراسي، طاولة، هل ممكن ثلاجة؟ في أثاث معين يعني، يعني بس ولا يعني احنا الفكرة الرئيسية حق الأثاث، وطبعا منها الأجهزة المنزلية يعني تحكي عن ثلاجة، عن غسالة، عن أفران، وهذه ممكن تنشال بهالآلية لأن هي معدة طبعا بمساحة كبيرة فيها جميع المواد اللي ممكن نقدر نفكك الأجهزة ذي ونتخلص منها بسهولة. يعني الأثاث بكلمة تحمل الكلمة بمعنى. بالضبط. أنا دائما أعشق العناوين الجميلة والأسماء خاصة لتلك المبادرات المميزة والحديثة من نوعها والفريدة من نوعها. اتصل لأثاثك يعني اسم جميل جدا وعنوان بارز ولافت، الكل من يسمع هذا الاسم شو السالفة يستفسر. من وين ياكم هذا الاسم؟ احنا نفس ما ذكرت احنا شكلنا لجنة وطبعا حطينا اقتراحات أسامي كثيرة واخترنا اتصل لأثاثك كونها سهلة وكونها يعني توصل المعلومة حق الشخص بصورة أسهل، وكل يعني كل مواطن بيشوف اسم اتصل لأثاثك على طول بيعرف شو السالفة. تدرستوا أسماء و... طبعا يعني أكيد في أسماء كانت طويلة في قصيرة، هذه شفنا أنسب واحدة يعني اتصل لأثاثك. بالفعل جميل جدا اتصل لأثاثك، فعلا خدمة جدا جدا راقية وفعلا قاعدة تطور من المشهد الحضاري مملكتنا، وأكيد كثير منا ودنا فعلا يتخلصون من هذه الأمور بطريقة جدا لائقة. لكن ما عندهم طريقة، الحين موجود هذا الحل ومجانا. أكيد راح نواصل معاكم الحديث لكن بعد ما نشوف هذا التقرير اللي أعده الزميل خالد العون، وراجعين. في مبادرة نوعية لبلدية المنطقة الجنوبية أطلقت مبادرة اتصل لأثاثك، وذلك للحد من رمي الأثاث المستخدم في الأماكن المفتوحة وفي الشوارع وبالقرب من حاويات القمامة، حيث يصعب على شركة النظافة نقلها بالكابسات المخصصة للتخلص من القمامة والمخلفات البسيطة، مما يؤدي إلى تشويه الطابع الحضاري والعمراني للمناطق. وتعد مبادرة اتصل لأثاثك خدمة مجانية تقدمها البلدية للمواطنين في نطاق المحافظة الجنوبية، إذ خصصت البلدية خط ساخن لطلب الخدمة طوال أيام الأسبوع، حيث ستوجه الخدمة لكبار المواطنين وذوي الهمم والحالات الخاصة في المرحلة الأولى التجريبية التي ستكون على مدى يومين في الأسبوع لتفكيك ونقل الأثاث المستخدم. وفي المرحلة اللاحقة ستشمل هذه المبادرة جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين في المنطقة الجنوبية، حيث ستتوسع عملية تفكيك ونقل الأثاث من يومين في الأسبوع إلى 5 أيام في الأسبوع، وستشمل دائرتين في كل يوم، والتي ستسهم بشكل كبير في تقليل سلوكيات التخلص من الأثاث القديم في غير المواقع المخصصة لها، مما سينعكس على وضع النظافة وجماليات المناطق والأحياء السكنية. لمركز الأخبار خالد العون، تلفزيون البحرين. حياكم الله من جديد، وشفنا معاكم خلال هذا التقرير اللي عده خالد العون شلون العمليه تتم من خلال تواصل العمال ودخولهم للمنزل وعبر التنسيق مع اهل البيت عن طريق نقل الاثاث المتواجد في هذا المنزل. اليات التواصل معاكم استاذ ياسين كيف تكون، وهل بالفعل في حد تواصل معاكم؟ الله يسلمك. التواصل هي نقطه محوريه في انجاح هذا العمليه او فشلها بلا يعني شك. احنا في الشركه ويا البلديه يعني نعير التواصل أهمية قصوى. نعم. إحنا اللي جهزنا مركز نداء اللي هو كول سنتر على خط ساخن. نعم. بالمناسبة أقدر يعني 870 ألف
اللي المواطنين والمقيمين يقدرون يتصلون عليه، يجيبهم موظف، مجموعة من الموظفين اللي هم مدربين على تقديم الخدمة للمواطن، بحيث صحيح. يسألون عن الاسم والرقم CPR، العنوان ونوعية المخلفات اللي بي يتخلص منها. بعدين بيحطون برنامج وبيعلموه باليوم والساعة. يعني احنا الخدمة الحين بنقدمها على يومين، اللي هما يوم الأحد ويوم الخميس، وبيخصصوا له ساعة اللي يمرونه البيت حق يشيلون الأثاث. نعم. عقب ما تنتهي الخدمة نفس الكونسنتر يتواصل ويا المواطن للاستشعار يعني مدى رضاه عن الخدمة، لأن هذا مؤشر يعني يعطينا نظرة عن نجاح العملية أو شنو النقط اللي بيت تقويمها حق إنجاحها كليا. إيه بالفعل، يعني عملية تفكيك الأثاث ورفعه يحتاج يعني فعلا التأكد من طريقة سليمة لإزالة هذا الأثاث، وأيضا في أكيد هناك سبل السلامة متبعة من خلال تقديم هذا الخدمة، هل ترعون هذا الشيء؟ أكيد، لأن إحنا يعني نشدد على سبل السلامة، لأن في النهاية هذه خدمة نقدمها حق السكان، والخدمة لازم يعني تمر في ظروف وقائية يعني تحرص على سلامتهم وعلى سلامة الموظفين اللي رايحين عندهم. نعم. أول شيء إحنا جهزنا يعني مخطط تدريب كامل للموظفين اللي يقدمون الخدمة، يعني عن طرق التعامل ويا السكان. أول شيء من حيث يعني استعمال أدوات الوقاية اللي الشركة توفرها لهم من قفازات، كمامات إلى غير ذلك، من ناحية كم عدد الأشخاص اللي ممكن يتواجدون في البيت، مثلاً لو الأثاث موجود داخل البيت، يعني إحنا نوصي أن يكون بس شخص واحد، لا يكون مجموعة أشخاص حاضرين ويا العمال، والعمال اللي دشون نفس العمال يعني مو متغيرين. نعم. وطبيعة الحال بن 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 بنسوي تتبع لأسماء العمال وكذا اللي راحون كل بيت، يعني نحاول نحيط بسبل السلامة قدر ما أمكن حق لا تصير أي مشكلة، وتمر الخدمة على أحسن حال، والمواطن يكون يعني مستانس. رأيتوا كل الجوانب في عملية يعني نقل الأثاث ودخول بعض منازل الأهالي طالبين مثل هذه الخدمات. أكيد. ردود الفعل مهندس محمد كيف كانت من قبل الأهالي؟ والله كانت ردود فعل جدا إيجابية. إيجابية. طبعاً في شخص اللي كان في التقرير. نعم. عقب ما يعني خلصنا منه قلنا له إيش رأيك أنت في هالمبادرة ذي؟ قال لي والله تصدق أنا لي سنتين حاطها الأثاث عندي في الطبال، مو بعرف أتصرف فيها. متكيس اللي هو يوديهم برا. مو بعد متكيس اللي يقول أنا أشوف الأثاث اللي يحطونها في المنطقة اللي قدام بيتي تتم ثلاث أربعة أيام مشوه المنظر ما حد يشيلها. بالضبط. فأنا ليش أسوي هالشيء؟ فأنا خليته لوقت المناسب إني عند أحد محتاج بيأخذها يقدر يبيعها بيبيعها. أو يقول زين وصلت هالمبادرة شفتها بالتواصل الاجتماعي واتصلت عليكم وما قصرتوا، ثاني يوم يأتونا. جات في وقتها بالنسبة. بالضبط. والقنوات اللي اتخذتوها في عملية الإعلان عن هذه المبادرة؟ أكثر شيء كان بالسوشيال ميديا في التواصل الاجتماعي الانستغرام بالذات، في الجرائد وعلى واليوم في التلفزيون. بالضبط. واليوم في التلفزيون. أكيد راح نواصل الحديث معاكم ونتطرق لجوانب كثيرة في هذه المبادرة الفريدة من نوعها في الحقيقة، لكن بعد ما نتابع معاكم هذا التقرير عن حملة اتصل لأثاثك.
عودة مجددا لكم أعزائي المشاهدين في هذه الخدمة الرائدة اللي قد تقدمها بلدية الجنوبية، واللي فعلا لا تترك عذر عند أي أحد من سكان هذه المحافظة إنه يرمي أثاثه في خارج المنزل، لأن هذه موجودة وفري أوف تشارج ومجانية ومتوفرة. بس خلنا نسأل، هل هي متوفرة للجميع؟ حاليا احنا الحين في المرحلة الأولى التجريبية، طبعا هي الحين متوفرة على ثلاث فئات اللي هي كبار السن أو ذوي الهمم والحالات الخاصة. نعم. حددنا لهم يومين بالأسبوع اللي هو الأحد والخميس أن يتم زيارتهم ونقل الأثاث من عندهم، لحد ما نتطور إلى المرحلة الثانية إن شاء الله قريبا على العشر محافظات، على عشر دوائر في المحافظة اللي راح يتخصص لهم أن كل يوم بيكون دائرتين. جميل. طبعا هذا بيكون حق كل المواطنين والمقيمين كذلك. نعم. وطبعا في تطورات بنسويها، بنزيد عدد الآليات من هذه السيارة بحيث ان احنا نغطي عدد اكبر من المواطنين، وخصصنا الخمسة ايام نفس ما قلت حق الدوائر العشرة، واليومين المتاليين حق الحالات الخاصة وذوي الهمم وكبار السن. جميل جداً. انا عندي سؤال بيكون موجه للبلديه وسؤال موجه نفس السؤال بيكون موجه للشركه يعني المنفذه لهذه المبادره. الخطط المستقبليه عندكم في بلديه المحافظه الجنوبيه في هذه المبادره بالتحديد وفي جوانب ثانيه، والشركه اكيد تملك رؤى مستقبليه لمبادرات جديده اخرى قادمه. تفضل. يعني من الخطط اللي حطيناها حاليا قاعد ندرسها انه طبعا مو كل الاثاث اللي يحطونها برا تكون غير صالح، غير صالح للاستعمال. في بعض الاثاث تكون يعني ممكن بحاجه الى صناعتها ولا صيانتها تدويرها بالضبط، يصير ان اشخاص ثانيه تستفيد منها بالفعل. فاحنا الحين قلنا ان الاثاث اللي غير صالح للاستعمال كليا يتم اعاده تدويرها، اما الاثاث اللي ممكن ان اعاده استعمالها طبعا راح يكون في تنسيق بيننا وبين الجمعيات الخيريه، هم ادرى بالاشخاص اللي يعني تحتاجها اكثر من ان نتخلص منها على طول. جميل جدا. يعني بالفعل انا كنت هذا بعد كان في بالي هذا التساؤل، في بعض الاثاث فعلا لائق يعني ممكن صح. اعاده استخدامه من بعض العوائل صح. الاخرى، او في بعضهم مثلا يعني اثاثه نظيف ما في شيء، بس يعني هو وده انه يغير، عنده الرغبه انه يغير، او تغير موقع سكنه فصار الاثاث ما يناسب، فحرام ان هذا يعني صح. فعلا انه يتلف اذا فعلا. هو كان صالح للاستخدام. صح. مبادراتكم في الشركه استاذ ياسين وخططكم المستقبليه؟ والله احنا في هذا التوجه نفس الطريقه عاد نبي يعني مبادرات جميله جدا بنفس الطريقه في هذا التوجه. احنا لما نقوم يعني بتدوير شيء ما عاده يفقد قيمته، هذا نسميه احنا الداون سايكلين ريسايكلين. احنا نبي نتوجه في الاب سايكلين، يعني لما تدور شيء او تعيد استعماله تطوره بحيث ترفع من قيمته. صحيح. في هذا التوجه، بس احنا للحين المبادره مبتديه يعني يبي لها دراسه، نشوف صحيح. نوعيه الاثاث اللي قاعد يطلع وشنو اللي نقدر نطلع منه ونوضع الاليات لهذا العمليه. ممكن يكون في المستقبل سوق يعني تكون لمثل هذا الاثاث مزاد لمثل هذا الاثاث يروح راي على الاعمال الخيريه. ممكن. جميل ممكن. جدا جميل جدا. يعني التعامل مع حالات خاصه وفئات خاصه اكيد في قصص انسانيه من بدء العمليه ان انتم تاخذون الاثاث شفتوها، فلو تكلمونا عن شلون كان التجاوب من الاهالي. الله يسلمك، احنا ابتدينا الخدمه في هذا الاسبوع، هذا اول اسبوع لبدايه نعم. الخدمه. أول شيء المواطن يعني لما والمقيم لما يتواصل ويا مركز النداء ويستجيب له ويأخذ معلوماته، أول شيء ما يصدق فعلا الخدمة موجودة، يعني هذا أول نقطة. ثاني نقطة لما بنروح له البيت يعني بيتفاجأ، أول شيء بيتفاجأ ويعني بيستأنس بطريقة يعني عجيبة. فعلا في قصص إنسانية، لأن نفس ما قال المهندس محمد الخدمة تشمل كبار السن وذوي الهمم والحالات الخاصة، وهذه حالات كلها لها حمولة إنسانية. أكيد. يعني احنا صادفنا يعني كبار السن اللي ما قادرين يعني يتخلصون من هذه الأثاث نظرا لعدم استطاعتهم، يعني انت بتسوي لهم حل لمشكلة كانت يعني بشكل لهم عائق بالفعل. في حالات ان في اشخاص يعني مكفوفين ما يقدرون، في حالات اللي هي ما يسعنا الوقت لكي نتطرق لها كلها، بس في حالات إنسانية
عجيبة. جميل جدا. لا يعني حتى احنا مقدرين ان فعلا ان انتم خصيتوا الفئات الخاصة في اول تعاملكم، وان شاء الله يا ربي هذه الخدمة تشمل كل اهالي البحرين وليس المحافظة الجنوبية فقط، وان شاء الله يا ربي نشوف فعلا صداها قريبا جدا ان شاء الله. لو اعطيك الكلمة الأخيرة مهندس محمد شو تقول؟ والله تقريبا يعني حسيتي فينا وشون احنا ممكن نخدم المجتمع ونخدم الناس ونخدم المواطنين. طبعا هذه مبادرة يعني واحدة من كثير من المبادرات اللي احنا شغالين عليها في البلدية الجنوبية، منها اللي طرحناها منها اللي بنطرحها ان شاء الله قريب. فاحنا بالعكس سعداء ان نقدم خدمات اكثر للمواطنين ونسهل عليهم اجراءات ونتشرف، بس نتشرف ان احنا نخدم المواطن من عند باب بيته وما نتعبه في اي شيء. وبالعكس هذه يعني مبادرة نحب يعني نلطف من المظهر العام ونحافظ على البيئة، وإن شاء الله الله يقدركم على خدمة الناس والأهالي إن شاء الله. يعطيكم العافية أستاذ ياسين. أهم شيء لإنجاح أي مبادرة بيئية أو أي تقدم بيئي مو هو الفنيات أو الوسائل الفنية، ممكن يعني توضع رهن إشارة أي وسيلة فنية بأي مبلغ مالي، بس لو ما في وعي ما تنجح العملية. لذلك احنا نأكد ان الوعي وتحسيس المواطن بأهمية البيئة وتحسيسه بأن تراديرته مو بس بيت او فريج، لا البحرين كلها لازم نحافظ عليها. هذه اهم نقطة واللي نبي نوصل لها من خلال برامج عديدة ومبادرات نفسها، واحنا نراهن على وعي المجتمع البحريني أكيد. في كل المجالات أكيد. واكيد هذا الشعب المحب لوطنه اكيد هو اكثر حرصا ان هو يخلي بلده جميله أكيد. ونظيفه أكيد. على طول كل شكر لك أكيد. المهندس محمد نعمه مهندس عام ببلديه المنطقه الجنوبيه، والاستاذ ياسين بلهوان مدير العمليات بشركه اورباسير للنظافه، شكرا جزيلا على حضوركم. شكرا. فاصل بالتاكيد مشاهدينا، ولا نعود مره اخرى الى مجتمع وعي، خليكم معنا. في إطار مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 بات العزل الصحي المنزلي الاختياري متوفراً للحالات القائمة، وذلك وفق عدد من الضوابط، وهي ألا يزيد عمر الشخص عن 60 عاماً وألا يعاني من مرض مزمن، توافر غرفة خاصة بمقر السكن مع دورة مياه منفصلة، خلو الشخص من أي أعراض للفيروس أو ظهور أعراض طفيفة عليه فقط مع عدم وجود مرضى نقص مناعة في المنزل، إمكانية التواصل مع الفريق الطبي إلكترونياً خلال فترة العزل المنزلي الاختياري، اتباع اشتراطات وضوابط العزل الصحي المنزلي. كما يتوجب على كل من سيخضع للعزل الصحي المنزلي الاختياري اتباع الإرشادات التالية: عدم مخالطة الآخرين، عدم مشاركة الأدوات الشخصية ومنها أدوات الطعام، الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، لبس الكمام عند الخروج للحالات الطارئة، التخلص من المخلفات بكيس منفصل وعدم إضافته لمخلفات المنزل إلا بعد مرور 72 ساعة، علماً بأنه سيتم تطبيق الحجر المنزلي على المخالطين الساكنين بنفس المنزل وسيعاملون وفق الإجراءات الموضوعة للمخالطين، كما أنه سيتم متابعة كافة الحالات القائمة بشكل يومي عن طريق أطباء المراكز الصحية ومن خلال استمارة الأعراض في تطبيق مجتمع واعي، وسيتم توفير المستلزمات الطبية من أقنعة، قفازات، معقمات والأدوات البسيطة في حال تطلب ذلك. نستمتع احيانا في البرنامج لما نشوف مثل هذه المبادرات، مبادرات البلديه، بلديه الجنوبيه ولا المحافظه الجنوبيه ولا مختلف محافظات المملكه ولا وزارات الدوله، كلها مبادرات تصب في خدمه الوطن والمواطنين، مبادرات جميله، مبادرات
يعني يتنم عن وعي مجتمعي كامل بالتعاون مع هذه المبادرات اللي تصدرها هذه الجهات الرسمية، وأيضا من وعي من هذه الجهات الرسمية اللي تقدم وتبادر بمثل هذه المبادرات الجميلة جدا. نشوف يعني مثلا هيئة الكهرباء والماء قالت أنا يمكن بعض المكاتب الخاصة فيني ما في داعي للمواطنين اللي محلي، أنا بروح للبيت وبشوف الخدمة اللي يبيها وبقدمها لسواء كبار سن أو حتى غيرهم من المحتاجين لمثل هذه الخدمات. البلدية الجنوبية نشوفها قبل أسبوع كانت عندها مبادرة مميزة جدا، واليوم فاجأتنا مبادرة أخرى أيضا مميزة جدا وغيرها، وقس على ذلك العديد من المبادرات اللي يمكن أيضا جائحة كورونا ساهمت في سرعة وتيرة مثل هذه المبادرات المميزة يا لولو. بالفعل إحنا كل يوم نفخر، كل يوم قاعد نسطر قصص نجاح لجميع مؤسسات الدولة، لأن فعلا إحنا الأمور اللي قاعدة تتقدم لنا أمور فعلا تخلينا إحنا نشعر بجودة الحياة كمواطنين. اليوم يا فواز كلمتني صديقتي وكانت وايد متفاجئة، تقول لي يعني بقول لكم شيء بنات ترى يعني اليوم صادني موقف وايد حلو. شنو هو؟ قالت أنا اليوم تعبت وقلت بتطبب عن بعد أو تطبيب عن بعد. هاي اللي نسمعه شرمايك، تقول اتصلت على الرقم المعني، كلمني دكتور قال تحبين تجاوب معاك فويس ولا باتصال مرئي، وكلمني وقال لها الوصف الطبي المبدئي وطلب منها بعض التحاليل. تقول مو بس كذي، ما خلصت القصة على كذي، تقول عقب شوي لا اتصلوا فيني المختبر حددوا لي موعد عشان ياخذون يعني تروح تاخذ عينة دم، وبعدين راح توصل نتيجتها وهي كلها قاعدة مكانها. يعني احنا فعلا اذا نتكلم عن جودة الخدمات المقدمة، عن ان احنا فعلا ديرتنا قاعدة تسوي كل شيء عشان احنا نكون مواطنين مرتاحين امنين في مكاننا، وخصوصا في ظل هذه الجائحة. ومثل مساعة ما تفضلت الصحف كاتبة المقال لما قالت احنا ما بنرضى نرجع بعدين حق حياتنا الطبيعية، احنا تعودنا على هذا الرخاء في التعامل، تعودنا على ان كل شيء يوصل لي عندنا، فاحنا اكيد عقب زمن كورونا نبي كل هذه الخدمات تظل، نبيها تتطور، وان شاء الله رب يا رب راح نساهم في تطويرها. البحرين دائما متطوره. انا على هالكلام اللي قلتيه لولو ما بقدم الفقره الجايه، خلينا نشوف لقطات، اذا مخرجنا جاهز باللقطات نبي لقطات من البحرين، يا ريت تتجاوب معنا عبد الرحمن المناعي مخرجنا ويعطينا لقطات جويه جميله للبحرين. موجوده؟ جميل جدا لما المخرج يكون متجاوب معك اول باول ويعطيك اللقطات اول باول على الهواء. اي عاد احنا بعد مخرجنا مو اي مخرج يعني، هاي عبد الرحمن المناعي. نشوف لقطات جميلة للبحرين في محافظاتها الأربع، واليوم أعتقد أن احنا في محافظة العاصمة، نشوف لقطات جوية لمحافظة العاصمة وراجعين لكم بالتأكيد. صرخ شوم المعادي
تسود المعرب وكل منها وفاء والهشاوس من خليج العرب يدها بيان ازحف اوك الموج عاصف ومثل عصارها والجبال السود تهتز والصخر ارتعد اللقطات الجميلة بتخلينا مباشرة بعد البرنامج نروح ناخذ لنا جولة بالسيارة بدون ما ننزل بدون ما نروح مكان بس في السيارة ناخذ لنا جولة في محافظات البحرين الأربع طالعين احنا من الجنوبية بمر العاصمة والشمالية واحنا رايحين محرقة لولو. اي والله البحرين انا وحشتني، انا من زمان ما طلعت يا فواز. كلنا وحشتنا لكن لصالح البحرين احنا في البيت موجودين. المصطلحات الطبية قبل شوي لولو قالت ان زميلتها راحت المستشفى وغيرها، بعد في مصطلحات طبية نسمعها بس احنا ما نعرف شنو معناتها احيانا. بعضنا يجهل معناها. فريق إعداد مجتمع واعي خصصوا لنا فقرة خاصة بالمصطلحات الطبية، وبيرد علينا أحد الأطباء وأهل الاختصاص وبيشرح لنا بشكل أكثر عن هذه المصطلحات. واليوم عندنا مصطلح الاحتواء، بيشرح لنا هذا المصطلح الدكتور عبد الحفيظ شرف استشاري أمراض باطنية بمستشفى هنري فورد بولايات ميشيغان الأمريكية. خلنا نتابع. بالنسبة لمصطلح الاحتواء هو يعني الإجراءات اللي تقوم فيها الدول بحيث تحتوي هذا الفيروس. الفيروس سريع الانتشار وهم بيحاولوا يواجهوا هذا الانتشار واحتواء هذا الفيروس بحيث يعني يقللوا من انتشار هذا الفيروس. الاحتواء أو الكونتينمنت هو يعني مثلا مثل إجراءات العزل الاجتماعي، إجراءات العزل الحجر الصحي، هذه كلها إجراءات لمحاولة احتواء هذا الفيروس في مكان معين في عدد معين من المصابين بحيث كذلك لا يصبح هناك يعني عبء كبير على النظام الصحي في هذا البلد وكذلك يقلل انتشار هذا الفيروس. هذا ما يقصد بالاحتواء. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم، نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني، هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية
للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هنا. نسهر عشانكم. نعمل من أجلكم. لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. مشاهدينا، راح ننتقل معاكم إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكراً للو، وبالتأكيد رح نستعرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 25 من شهر يونيو 2020. عدد الفحوصات اللي أجرتها مملكة البحرين أكثر من 500 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت الحالات القائمة 5522 حالة، وضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 5487 حالة، فيما يبقى 35 شخص تحت العناية، ونتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 162 حالة، أما المتعافون فيبلغون 17977 متعافي. الوفيات 71 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 508 حالات جديدة بفيروس كورونا، منها 317 حالة لعمالة وافدة و189 حالة لمخالطين، وحالتين قادمتين من الخارج، ووفاة 3 حالات، وتعافي 527 حالة. هذه كانت آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس، والكلمة للولوة. تفضلي. شكرا لك فواز، والله يحفظ المملكة وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. اهتمام كبير من جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البحرين من بداية ظهور هالوباء، حيث وضع جلالته صحة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، وسمو رئيس الوزراء تابع شخصياً الإجراءات المتبعة في هذه المرحلة الاستثنائية اللي قدم فيها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد الأداء المشرف، واللي يدعونا للفخر والاعتزاز لمن المس من إجراءات استباقية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. بالفعل يا فواز، اليوم الجهود كلها تتكاتف من أجل مصلحة كل فرد على هذه الأرض الطيبة، فصحة المواطنين والمقيمين وحمايتهم من هذا الفيروس هي الأولوية، عبر توفير العلاج وأيضا توفير التوعية اللازمة للوقاية من هذا الفيروس. اليوم لازم على كل فرد
أن يتحمل المسؤولية عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمام وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والبقاء في البيت والخروج بس للضرورة، وللحفاظ أيضا على نظافة اليدين دائما. الله يحفظ البحرين يا فواز ويحفظ أهلها الطيبين. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي مع الزملاء بسام ورقية. في أمان الله، وإن شاء الله يا ربي بصحة وعافية. مع السلامة.